السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان اللي كنا عايزين شرح بين الفرق بين ال SWL و ال WLL، لأن دايما عندهم شك كده أو ما عندهمش نقطة تأكيدية ايه الفرق، امتى اقول WLL امتى اقول SWL، الحاجات دي هقولها ببساطة وهنشرحها بالتفصيل. ببساطة ال WLL أو ال Working Load Limit حد الحمل العامل، مقارنة بال SWL Safe Working Load حد الحمولة الآمنة. تمام، قديما كانوا بيستخدموا الترم بتاع ال SWL للليفتنج تاجلز اند جيرز، الوايرات، الاقفال، السلاسل، الحاجات دي كلها، السبريدر بيم والكلام ده كانوا بيسموه SWL. تم استبداله بالترم التاني اللي احنا قلنا عليه الوركينج لود ليميت ال WLL لاسباب قانونية ولها تفسير طبعا. يعني في بعض الدول زي امريكا هتلاقي في الستاندرد زي اللولار، الكلام ده كله موجود وبشرح بالتفصيل. احنا عرفنا دلوقتي ان هو تم استبدال ال SWL بالترم التاني اللي هو ال WLL. ايه السبب؟ الاسباب القانونيه بتاعتنا ان الشخص نفسه اول ما بيشوف كلمه سيف، سيف ووركينج لود، لا هو حمل امن، الواير ده بيشيل 10 طن، كتوته 10 طن، لا هو هيشيل 10 طن، طالما امن يبقى يشيل 10 طن في اي وضع، ما بياخدش في باله الظروف البيئيه، ظروف التشغيل، ما بياخدش في باله اوضاع التصبين ان انا بستخدمها للواير ده. الحاجات دي كلها اصلا بتاثر على قدره الواير، بتزود الاجهاد على الواير وبالتالي كان قدرته بتقل. خلاص كده، ده المتطلب القانوني وهتلاقيه في بعض الدول وهتلاقيه في الستاندر زي ما قلنا ستاندر اللولر والكلام ده يعني. طب تمام، انا كده عرفت هو ليه تم تغييره. طب ايه هو ال WLL؟ عندنا اي كومبوننت ليها اجهاد اسمه اجهاد الكسر. لو انا عملت اختبار ليها سترينث، اختبار شد، تمام، اختبار كسر، بتوصل لمرحلة معينة عند قمة معينة بيحصل لها دامج. تمام كده. طيب القمة دي لو اخدتها ولتكن مثلا 20 طن، اخدتها قسمتها على معامل امان طبقا للمصنع والكومبوننت دي، يدينا حاجة اسمها ال WLL ان انا اقدر اشغله في ارض الواقع. نقول تاني واير صلب، طبعا معامل امان دايما هتلاقيه بتروح من 4 5 6 7، تمام، دايما بتلاقيه بتروح بالقيم ديت زي التشين، السلاسل هتلاقيه بتروح ل 4، وايرات الصلب 5 و6، الوايرات القماش هتلاقيه بتروح ل 7، وهكذا يعني. تمام، الا اذا لو انا شايف، او مش لو انا شايف، الا اذا لو المصنع نفسه عارف ان الحاجه دي هتستخدم في خطر اعلى زي ان هو يسبورت مثلا افراد، يبقى ساعتها هيقول لك لا معامل امان زوده ممكن يوصل ل 10. تمام، فانا بقسم بقى قيمه حد الكسر دي، بقسمها على معامل امان ده اللي تم وضعه من خلال المصنع يدينا ال WLL. يبقى ال WLL بيتم وضعه من خلال مين؟ المصنع. حسب بقى الظروف البيئيه، حسب ظروف التشغيل، حسب اوضاع التصبين، بيتم اعتماد قيمه ال SWL حسب مين؟ الحاجات اللي احنا قلنا دي، مين اللي بيوضعها؟ المصنع او الشخص المختص. هي بتبقى قيمة من ال WLL. يبقى ال SWL قيمة من مين؟ من ال WLL. اديك مثال، واير صلب حد الكسر بتاعه 20 طن، معامل الامان بتاعه عشان يستخدم في البيئة، في بيئة العمل، هو 5، بقسم 20 على 5 يديني كام؟ 4. وده اللي هتلاقيه مارك مع، او هتلاقيه موضوع على مين؟ الكارت التعريفي بتاع الواير، ال WLL بتاعه 4 طن. طب ده معناه ايه؟ معناه ان دي القيمة اللي يقدر يشيلها الواير ده بدون خوف، في وضع رأسي كده يشيل 4 طن بدون خوف. تمام، حسب بقى ظروف التشغيل، درجات الحرارة، الظروف البيئية، وضع التصبين وكده، هينتج ترم تاني اسمه ال SWL. اديك مثال تاني، هو نفس الواير اهوت اللي هو كان قدرته كام، ال WLL بتاعته كام؟ 4 طن، هيتم تصبينه على زاوية 30 درجة. تمام، يعني معنى كده ان ال SWL هينتج بكام على حسب تأثير الزاوية ديت، هنضرب في ريدكشن فاكتور اللي هي جا 30 بنص، هنضرب ال 4 بنص يدينا 2 طن، راسه في عيبه 8 من 10 من القيمه دي، باسكت مرتين القيمه دي. يبقى معنى كده ان الاس دبليو ال ممكن يقل عن الدبليو ال ال، تمام، اثناء مثلا تشغيله راسه في عيبه او تصبينه على زاويه هتقل. تمام، ممكن يساويه لو هو في نفس الوضع الراسي تماما، يبقى الاس دبليو ال هو في الوضع ده الدبليو ال ال، وممكن يزيد عنه لو هو متصبن بيه باسكت، ساعتها ال SWL هيكون مرتين ال WLL.
كده تمام. دي الفكرة بين الفرق بين ده وبين ده في الوقت الحديث ده. وزي ما قلت لك هتلاقي الكلام ده موجود في بعض الدول زي امريكا، وهتلاقيه موجود في بعض المراجع زي اللورا. طيب تمام، ده بالنسبة لمين؟ الليفتنج تاكلز اند جيرز. طيب بالنسبة بقى للمعدات نفسها، المعدة ليها حاجة اسمها ريتد كاباسيتي، تمام، اللي هي ما تماثل ال WLL. زي كرين، يقول لك الكرين دوت الكباسيتي بتاعته 100 طن، الريتد كباسيتي بتاعته 100 طن. داخل بقى اللودنج شارت بتاع الكرين حسب الوضع اللي هو هيرفع فيه من بوم وريديوس، بينتج حاجة اسمها WLL او ما قديما ال SWL، القيمة الآمنة في الوضع ده، تمام. انا ساعتها بقدر اشغله على القيمة دي، مش بشغله على المية. المية ده ريتد كاباسيتي. جوه اللينك شارت بينتج حاجة اسمها WLL working load limit، ان انا ممكن كمان انتج منها ال SWL. مثلا بقول لك في موقعي معامل امان الخاص بعمليات الرفع بالكرين، انا بموقعي بقول كده 90%، يبقى 90% ديت من ال WLL هديني مين؟ ال SWL. وده باختصار الفرق بين ال WLL وال SWL. وهتلاقي دلوقتي معظم الوايرات، القماش، الصلب، الحاجات دي كلها هتلاقيها مكتوبة WLL 6 طن، SWL على حسب التصميم بتاعك كذا كذا كذا، بيبقى قيمة من ال WLL زي ما قلنا قد تساويها، قد تقل عنها، قد تزيد عنها. شكرا.